اهلا بحضراتكم من جديد، وصلنا معاكم لفقرتنا الاسبوعيه دنيا الجمال مع الدكتور منير ويليام لبيب، كبير جراح التجميل. صباح عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. النهارده هنتكلم عن جمال الشفاء وابرز الاصابات اللي ممكن تحدث في الشفاء او التشوهات الخلقيه وطرق معالجتها. خلينا نتعرف يا دكتور في البدايه على ايه اشهر الاصابات اللي ممكن تصيب بالشفاء. شوفي سيادتك، زي ما انا بحب اتكلم دايما عن اي اصابات موجوده في اي جزء من جسم الانسان، بحب اتكلم عن خمس عناوين رئيسيه. المجموعه الاولى مجموعه التشوهات الخلقيه اللي ممكن تصيب الشفاء، وطبعا اشارها على الاطلاق وجود الشفه الارنبيه، وجود اورام زي الورم الدموي، الورم الليفي وهكذا. المجموعه الثانيه من الاصابات اللي هي اشهر انواع البكتيريا، الالتهابات اللي بتصيب الشفاء، ممكن تكون بكتيريا زي حب الشباب، ممكن تكون زي الحصف، ممكن تكون بعض الفيروسات زي الهربس لما يصيب الشفاء، ممكن تكون بعض انواع من انواع التنيات او الفطريات التي ممكن تصيب الشفاء. المجموعه الثالثه من الاصابات، الاصابات الناتجه عن حادث، واحد يصيب بقطع في الشفه، واحد يصيب من رياضه عنيفه زي الملاكمه او كونغ فو او حاجه زي كده، او واحد اتحرق في الشفاه، دي المجموعه الثالثه. المجموعه الرابعه اورام الشفاه، ايا يكون نوع الورم، سواء كان في القدم ممتد على الشفه او من الشفه بادئ ممتد على باقي انحاء الوجه وهكذا. المجموعه الخامسه اللي هي التجاعيد اللي ممكن تحصل في الشفاه، اللي هي اشهرها ما يسمى بسموكرز لاينز، اللي جماعه المدخنين بتبص تلاقي فيه تجاعيد بتظهر في الشفاه من اعلى ومن اسفل، بتؤدي الى تكوين نوع معين من التشوهات بالنسبه للشفاء. خلينا نبتدي يا دكتور بالشفاء الارنبيه، لان طبعا بنشوف حالات فيها تشوهات خلقيه كتير متعلقه بهذا الموضوع نتيجه طبعا زواج الاقارب. بيكون التعامل معها ازاي بعد الولاده؟ هو اصلا في البدايه مش شرط زواج الاقارب، يعني في حاجات تانية ممكن يكون مثلا تناول الام للعقاقير اثناء اول 3 شهور الحمل، او ممكن تكون اصابه الام ببعض الامراض زي الحصبه الالماني، او تعرض الام للاشعاع. ممكن نشوف دلوقتي قدامنا حالات من انواع الشفه الارنبيه. الشفه الارنبيه ممكن يكون فيها انقسام كامل زي ما انت شايفه، ممكن يمتد هذا الانقسام الى اعلى الى الانف، ممكن يمتد الى الداخل زي ما انت احنا شايفين دلوقتي الى سقف الحلق. فدي شفه هنا برضه شفه انابيه مكتمله ممتده الى داخل الانف الى اعلى، هنا شفه انابيه مكتمله داخله لغايه سقف الحلق بالكامل لغايه لسان اللهاء بالكامل موجوده، هنا شفه انابيه يمنى كامله مصله بس من غير، هنا برضه تشوه واصل لغايه بالكامل الانف وداخل لسقف الحلق. دي ممكن تكون شفه ارنبيه بدايه العلاجات بتاعتها ممتده من ناحيه الانف، هنا شفه ارنبيه غير مكتمله موجوده في الناحيه اليسرى بالنسبه لهذا الطفل من اعلى، هنا ممكن شفه ارنبيه كامله ممتده الى الانف وممتده الى داخل سقف الحلق وهكذا. هي دي انواع مختلفه لانواع الشفات الارنبيه زي ما احنا بنقول. مشكله الشفه الارنبيه زي ما احنا شايفين حاجات كتير قوي، اول حاجه في المنظر الجمالي، ثاني حاجه بالنسبه للرضاعه، الطفل مش قادر يرضع. الحاجه الثالثه بالنسبه لتنفس الطفل بالظبط زي ما سيادتك بتقولي. الحاجه الرابعه ودي اهم، لما يجي الطفل يتكلم بتحصل مشاكل بعد كده بالنحن نبرات الصوت والكلام الموجود زي كده. ففي مجموعه كبيره جدا بنلاقيها مع الشفه الارنبيه مصاحبه تؤثر على الاسره ككل جماليا ووظيفيا وعضويا وهكذا. هنا برضو شفه ارنبيه في الناحيتين، ممكن شفه ارنبيه تكون في ناحيه ممكن ناحيتين، هنا مكتمله في الناحيتين واكل معاها الحاجز الانفي بالكامل لو احنا شفناها. ايضا بنبص هنا بنلاقي شفه ارنبيه يمنى ممتده الى اعلى وواخده نسبه كبيره، هنا شفه ارنبيه كامله واخده في الناحيتين. لما تيجي تتكلمي على نمو الشفه الارنبيه بنقول ان الجمجمه بتاعت الطفل بتتكون من 5 نتوءات، النتوء الجبهي الانفي اللي بتعمل الجبهه والانف، والنتوء الفك الايمن والفك الايسر، اي عدم التئام يعمل الشفه الارنبيه. المشكله اللي قدامي دلوقتي اللي انا شايفها برضو اللي هي الشفه الارنبيه من الناحيه اليسرى ممتده الى اعلى وداخله ناحيه الانف. الحقيقه موضوع الشفه الارنبيه زي ما انت شايفه موضوع كبير لازم ناخد بالنا منه، وناخد بالنا امتى كمان اتدخل جراحيا. امتى نتدخل يا دكتور جراحيا؟ هل بعد الولاده مباشره ولا في عمر معين يستحسن التدخل الجراحي فيه؟ لان طبعا حضرتك بتقول ان العيوب كثيره منها التنفس خصوصا اثناء الرضاعه. والرضاعه. شوف يا استاذه، الشفه الارنبيه من الحالات اللي هي في 3 حاجات قدامنا، شفه ارنبيه وبعدين في انقسام في سقف الحلق وبعدين في تشوه لاعلى في الانف، ناخدهم واحده واحده. بالنسبه للشفه الارنبيه التدخل الجراحي المبكر جدا لابد منه، لدرجه ان احنا عندنا في الطب قانون اسمه قانون رقم 10، بنعمل تدخل جراحي لما الطفل يكون وزنه 10 باوند، ولما يكون عمر الطفل 10 اسابيع، ولما يكون هيموجلوبين الدم 10 جرام. معنى كده ان انا بتدخل جراحيا لعلاج الشفه الارنبيه مبكر جدا،
في اي سن، مجرد ولاده الطفل ممكن يكون عمره يوم واعمله، دي مش مشكله. المشكله الثانيه سقف الحلق. سقف الحلق اللي هو انقسام للداخل زي ما شايفين في الحلقه قدامنا. هذا الانقسام في تدخل جراحي فيه عند سن من سنه ونص لسنتين. لا، اي تدخل مبكر في سقف الحلق بيرجع تاني يتكون. الحاجه الثالثه الانف. الانف نمره واحد بيتم اصلاحها مع اصلاح الشفه الارنبيه، ولكن في مرحله تانية بتتم عند مرحله البلوغ اللي هي فيها لازا اكتمل نمو الانف بالكامل، نقدر نتدخل جراحيا علشان نعالج الانف. يبقى الشفه الارنبيه في سن مبكر جدا، سقف الحلق من سنه ونص لسنتين، الانف على مرحلتين، المرحله الاولى مع الشفه الارنبيه والمرحله الثانيه عند مرحله البلوغ. لو اتكلمنا عن الاصابات الاخرى اللي ممكن تصيب الشفاه زي الالتهابات، ايه اسبابها وازاي نتعامل معها من الاول؟ هو الالتهابات زي ما قلنا هم ثلاث مجموعات، ممكن الالتهابات معدية والتهابات غير معدية. التهابات غير معدية زي الاكزيما وزي الاحتكاكات وزي الارتكاريا، ودي حاجات علاجها بيكون في داخل الجسم بطريقة بسيطة عن طريق جرعات معينة لكل الجسم. ولكن في التهابات موضعية ممكن تكون من البكتيريا زي حب الشباب والتهبت شوية تبقى حصف، ممكن تكون من الفطريات زي انواع معينة من التينيا تبقى ماسكة في الرقبة والوش وتبقى نازلة ناحية الشفة، او ممكن المشهور قوي 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 الهربس اللي هو مجموعة من المجموعات الفيروسية، وكل مجموعة بيكون العلاج فيها على حسب نوع المرض وطريقة علاجه. الاورام اللي حضرتك ذكرتها منذ قليل ممكن تصيب بالشفاة، هل هي اورام معينة ولا بيكون ليها انواع وزي بنقدر ان احنا نتغلب عليها بسرعة؟ هو الاورام يمكن زي ما هنقدر نشوف منها حالات، الاورام ممكن تكون ورم دموي ماسك الشفاه من اعلى او من اسفل. يمكن في حلقات سابقه احنا عرضنا حالات كتير قوي اورام دمويه في الشفه وكيفيه التعامل معها. ممكن الورم ده يكون هنا، يمكن انا دي حاله سوداء انا احب اعلق عليها، دي الشفه الارنبيه في بنت المرحله الثانيه لعلاجها عند مرحله البلوغ. يمكن اللي بعرضه قدام سيادتك دلوقتي يا استاذه ادي نوع من انواع الاورام، ورم دموي موجود في الشفه ممتد بالكامل بالشفه العليا وداخل بالكامل لغايه الخد الايسر. والحقيقه هنا برضو التدخل الجراحي المبكر، كل ما الورم اتساب في مشكلتين بيظهروا. المشكله الاولى المنظر الجمالي اللي انت شايفاه كل ما له بيكبر، والمشكله الثانيه اللي هي اصعب ان ممكن يضرب العصب السابع وابص الاقي ابتدى يحصل شلل في العصب السابع، الطفل ابتدى رياله تنزل من بقه، الاكل هو بياكل بينزل. هنا ممكن بنعرض بعض الحسنه، يعني هو ده ورم بسيط موجود في الشفه موجود في الطفله دي او في الانسه دي، لو اتساب كل ما اللي بيكبر بيعمل. هنا ممكن بنعرض ورم دموي قدام سيادتك في الشفه السفلى وواخد ممتد، هنا برضه ورم دموي في الشفه السفلى من الناحيه اليمنى، وبرضه لما اسيب هذا الورم باي طريقه. طبيعه الورم يا دكتور هي اللي بتحدد التدخل الجراحي، ولا التدخل الجراحي بيكون يعني ليه طريقه ثابته في كل انواع الاورام؟ شوفي، تورم في شفه طفل صغير لابد من عرضه عن طبيب متخصص ولابد من التدخل المبكر. اذا كان ورم ده، لان في بعض الاورام ممكن التهابات، يعني تكون اي نوع من انواع الحويصلات وابتدى يعمل التهاب في الشفه، ده ورم من الاورام اللي هي مجرد العلاج بيختفي. مش كل حاجه بنقول عليها عمليه، ولكن اذا كان ورم زي اللي احنا عرضناه دموي او ليفي او ورم ماسك حاجه معينه في الاعصاب، لا لابد ان انا اتدخل مبكرا، والا النتيجه ان بفقد وظائف كتيره. يعني انا يمسك تدخل واحد يا دكتور، يعني طريقته واحده في كل الاورام؟ لا لا لا، انا سعيد جدا بالسؤال ده. سيادتك لو جبتي ورم وجبتي ثلاث دكاتره تجميل اشتغلوا على هذا الورم، ممكن الثلاثه يشتغلوا بثلاث طرق مختلفه بس النتيجه واحده. لا، ليس هناك قانون في جراحه التجميل، هو في قانون في الجراحه العامه، لما اجي اعمل زي ده شكل الجرح كذا، لما اعمل فتح للمراره او اعمل مراره بالمنظار ليه شكل معين، لكن في جراحات التجميل لا، هنا بيبقى في فن. يمكن هنا انا بعرض حاجه حقن الفيلرز بالنسبه للشفاه، دي طريقه الحقن، ازاي الفيلر انا بدخله تحت الجلد بطريقه معينه. ويمكن اللي بنعرضه قدام سيادتك يا استاذه ده حاجه اسمها الوديرم، ده نسيج معين خارجي، ده مش من جسم الانسان، وممكن النسيج ده يكون من داخل جسم الانسان، ان انا اخد طبقه ليفيه معينه من تحت البطن او من طبقه معينه من جسم الانسان وازرعها. المهم انا بزرعها ازاي؟ بدخل في الشفاه بطريقه معينه من مكان لمكان، وبتكون النتيجه زي ما انت شايفه ان انا بدخله مثلا من فتحه مش باينه من داخل الشفاه، وبمر بيه لغايه لما اخد الشفاه بالكامل. الحقيقه دي من الحاجات اللي هي بتبقى بتدي لفته جماليه جميله جدا بالنسبه للشفاه، وتدي امتلاء للشفاه دون ان تؤثر على الناحيه الوظيفيه او الحسيه بالنسبه للشفاه. هو ايه الفرق يا دكتور بين الالوديرم وبين الفيلر؟
لا الفيلر ده عباره عن حاجه من حاجتين اللي شائعه جدا عندنا في مصر، الهياليورونيك اسيد، نوع معين من انواع الاحماض، وممكن في نوع اقل شيوعا اللي هو بولي ساكرايز، مجموعه من السكريات. لكن الالي ديرم ده مناسيج تاني بتعامل معامله تانيه. يمكن اللي انا بعرضه قدام سيادتك يا استاذه كيفيه عمليات شد الشفاه عن طريق استخدام الخيوط. الخيط الازرق ده الخيط ممكن ادخل بيه في اتجاهات مختلفه واشوف التجاعيد اللي موجوده في انهي منطقه وابتدي اسحبها بطريقه معينه، ودي من الحاجات برضو اللي ادت الى نجاحات كبيره. يمكن بنعرض حاله اللي هي ازاي قبل وبعده حاجات زي كده، لكن دي برضو حاجه من الحاجات الجديده اللي احنا استخدمناها في التعامل مع الشفاه. طب اسمح لي يا دكتور نستقبل التليفونات. معانا خالد من الفيوم، صباح الخير. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله، اتفضل انت معانا على الهواء، اتفضل سؤالك. معاك خالد من الفيوم. اهلا يا استاذ خالد، سؤال حضرتك. حضرتك عندنا طفلة عندها حموة دموية في الصفة العليا. عندها ايه؟ عندها حموة دموية في الصفة العليا. ورم دموي في الشفة. طيب هنرد عليك حضرتك يا استاذ خالد. عمرها قد ايه؟ سنتين. بتكبر ولا ثابته؟ بتكبر ولا ثابته؟ وهي ثابته ولا بتكبر في حجمها؟ ثابته حضرتك، ثابته. ماشي اوكي. طيب هنرد عليك يا استاذ خالد، اتفضل يا دكتور. هنا احنا لسه بنتكلم عن الاورام الدمويه، دي حاله من الحالات اللي فيها ورم دم موجود في الشفاه، احنا هو ما حددش مكانها فين. والحقيقه لسه زي ما احنا بنتكلم هي ليها سنتين، وطبعا ممكن تكون هي صغيره كانت صغيره وابتدت تكبر لغايه لما وصلت لحجم معين وهكذا. اذا كانت ورم دموي فمتوقع ان هي ممكن تزيد بعد شويه في الحجم. لكن في انواع ثانيه من الاورام ممكن تبقى ثابته، يبقى ورم ليفي، هو بيقول ورم دموي لكن دي بترجع للطبيب المختص. ايا تكون، اولا جماليا منظرها مش مظبوط، ثانيا انت لكل ما تسيبيها هيبقى في تشوه معين موجود، ممكن بعد شويه تكبر ناحيه زاويه البق وتاثر العصب السابق حاجه زي كده. الحالات دي محتاجه مناظره، انا ما بقولش ده تدخل جراحه لان في حالات بتستجيب بالليزر. يعني ممكن حاله زي كده ممكن بنستخدم نوع من انواع الليزر النقد الضوئي اللي هو الداي ليزر، وتدي نتيجه وتدي تحسن في حالات زي كده لو كانت في بدايتها. لكن معظم الحالات بتحتاج تدخل جراحي وفي سن مبكر. نرجع تاني لموضوعنا الفيلر والالوديرم، وكنا بنتكلم ايضا عن موضوع شد الوش او علامات التعبير بالخيوط. بس نستقبل يا دكتور، معلش تليفونات كتير. سيد من القاهره، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، اتفضل حضرتك معنا على الهواء. كنت عايز اسال بس الدكتور، انا كان عندي بنتي مولوده برضك فيها شفه اجنبيه وشايف الحل. عمرها انا جبت ولدين بعدها تاني، فقال لي لو جبت اولاد تاني يبقى فيهم نفس الكلام ولا هي ديت؟ لا مجوز بنت عمي. طيب هي عمرها قد ايه؟ هي عمرها بس 10 سنين. طيب وتم التدخل الجراحي ولا؟ عملت لها الشفه الارنبيه وهي عندها 3 شهور، وعملت لها سقف الحلق وهي عندها سنه. واختفت الحمد لله. والحمد لله تمام، بس الشفه الارنبيه باينه خالص، ظاهره برضه. ظهره. طيب يعني باين الظهره فيها جامد يعني. طيب هنرد عليك حاضر. شكرا، السلام عليكم. طب ليه يا دكتور يعني ليه ظهره وهي عملتها 3 شهور؟ لا هي زهره، يبقى في حاجه في التدخل الجراحي محتاج انها تتظبط مره ثانيه، مش مشكله. المهم السؤال اللي هو قاله، لو انا جبت اولاد ثاني هقدر يبقى ده على الاطلاق بنت عمه، يعني زوجته وبنت عمه، ولا على الاطلاق؟ بالعكس، زواج الاقارب في بعض الحالات بيكون مصدر لسعاده ومصدر لحاجات، وجيل بيطلع جيل جميل وجيل هايل وكل حاجه. مش كل حاله فيها زواج اقارب تعمل هذه المشكله. وبعدين انا عايز اقول له، لك ان تتخيلي يا استاذه، الشفه الارنبيه دي ثاني اشهر تشوه خلقي موجود عندنا في مصر بعد القدم المخلبيه. القدم المخلبيه نمره 1 اللي هي بعد التغيرات في القدم للداخل او للخارج او الاعلى او اسفل او كذا حركه، تحتها نمره 2 في مصر الشفه الارنبيه. كل 750 حاله في حاله شفه ارنبيه. لكن هتسمعي غريب ان في امريكا انقسام سقف الحل من اشهر التشوهات الخلقيه، كل 600 حاله ل 800 حاله في امريكا بيتولدوا اطفال عندهم انقسام في سقف الحل. هي التشوهات الخلقيه دي ملهاش قانون ولا ملهاش مكان ولا ملهاش زمان، واخدة بال سيادتك ازاي؟ فليس على الاطلاق بالضرورة ان اي طفل يتولد تاني عنده شفة ارنبية على الاطلاق، لكن هذا لا يمنع وجود اي تشوه تاني.
يعني ممكن يكون في تشوه في الاصابه، تشوه في الرجلين، او ما فيش اي تشوه خالص، لكن الحكايه مش مركزه على الشفه الرنبيه. طالما انا عندي ولد عنده شفه رنبيه يبقى باقي الاولاد هيكون عندهم على الاطلاق. هو قال معلومه يا دكتور، قال ان بنته تم التدخل الجراحي للشفاء الارنبيه وهي عندها 3 شهور، والسقف الحل وهي عندها سنه. طب ليه الاثنين مش مع بعض؟ لا، ما ده الكلام اللي احنا بنقوله دايما. ان سقف الحل لم يكتمل نموه بعد، فدايما بنعمله عند سنه ونص لسنتين. كونه عدى من بعد سنه وتصلح، ده انسان محظوظ، او ان سقف الحل كان غير مكتمل او غير منقسم بالكامل، ونحمد الله ان هي عدت على كده. لكن هو السن المناسب سقف الحل مش قبل سنه ونص لسنتين. لكن الشفه الانبيه مجرد من ولاده الطفل، يمكن انا ما قلت لك في البدايه قانون 10 ان الطفل يكون عنده 10 اسابيع، يعني سنه شهرين ونص، وعملها عند سن 3 شهور. هو انسان يعني ده شيء جميل جدا. انا سعيد بالاب اللي بيجري ووافق على انه يعمل لابنه او بنته تدخل جراحي مبكر في حاجات زي كده. اكيد البنت ما تاثرتش في الكلام، ما تاثرتش في، هو يمكن كل المشكله بيعاني منه ان الجرح لسه ليه اثر، ممكن تدخل جراحي بسيط ممكن يتعمل وتنتهي المشكله. ولكن دي حاله من الحالات الناجحه اللي انا يا ريت اشوف كل الناس يجري على اولادهم ويعملوا تدخل جراحي، بحيث ان الطفل يطلع كبير وغير ما فيش مشاكل عنده نفسيه او يعاني من هذه الاسباب. طيب معانا ام محمد من القاهره، اتفضلي. صباح الخير. اتفضلي ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي وعلي صوتك بعد اذنك. بقول لحضرتك انا عامله عمليه في صباعي. اتفضلي. ايه المشكله؟ عامله عمليه في صباعك، كان فيها ايه المشكله؟ عامله عمليه في صباعك ام احمد، وبعدين كان ورم. كان ورم وردني تاني. ورم ايه؟ وطلع تاني وردني تاني. ردلك تاني، رجع تاني. طيب حضرتك عايز تسالي اي سؤال يا دكتور؟ طيب هنرد عليك. اتفضلي. يمكن الحكايه هي الورم اللي هي بتتكلم عنه، اتكلمنا عنه يمكن في حلقات سابقه، ما يسمى بالجاينت تو او جاينت فينجر او الاصبع العملاق. وقلنا ان في نوعين من الاصبع العملاق، في نوع مجرد ولاده الطفل بيظهر الاصبع العملاق، وفي نوع يظهر بعد سن كبير، حتى لو عند 50 60 سنه ممكن الاقي هذا الاصبع تكون. كونه رد لي تاني يبقى لم يتم استئصال كامل لهذا الورم في البدايه، او لم يتم تحليل هذا الورم من البدايه. فهي محتاجه ان هي تتناظر الحاله ويتشاف الباثولوجي بتاعها ونعرف ايه سبب الارتداد. لان في اورام بترجع كتير، وفي اورام لو ما تمش الاستئصال بالكامل مش شرط في الصباع، ممكن في الصدر، ممكن في اللسان، ممكن في الخد وهكذا. هي محتاجه ان هي تتناظر الحاله ويتشاف الورم ده حميد ولا مش حميد، وايه سبب الارتداد ده، وهل تم استئصال كامل، هل ما تكملش العلاج بعد كده. ممكن يكون ورم خبيث وكان محتاج ياخد علاج كيماوي او علاج بالكوبالت او حاجات زي كده وما تكملش العلاج بتاعه. فهي محتاجه مناظره الحاله بحيث ان هو يتم التدخل المناسب سواء جراحيا او بعلاج باي طريقه من الطرق. للاسف يا دكتور وقتنا خلص، ان شاء الله يكون في فقرات تانية نقدر نكمل كل الاسئله اللي ما قدرناش نسالها النهارده. المره الجايه هنتكلم عن ايه؟ هو الحقيقه الحلقه دي ما اقدرش اختم من غير حقن الدهون في الشفاه، ودي من الطرق المستحبه بعلاج هذه الحالات. الحلقه الجايه ممكن نتكلم زي ما شفنا على فقرتنا في فقره الدنيا الجامعه على فيسبوك، ناس كتير مبسوطين من الحالات النادره اللي احنا بنعرضها في مجال جراحات التجميل اللي بتدي نوع من الامل والتفاؤل بالنسبه للناس. فممكن الحلقه الجايه تبقى حلقه العيد، نقدم بعض الحالات هنا ممكن اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو حقن الدهون في الشفاه اللي هي احنا نقدر نختم بيها الحلقه، ويبقى الحلقه الجايه نتكلم على الحالات نادره في مجال جراحات التجميل. ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور منير ويليام لبيب، كبير جراح التجميل. وبنفكر مشاهدينا بامكانكم التواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك برنامج دنيا الجمال، وممكن كمان تبعتوا لنا اي فيديوهات او اي استفسارات، ودكتور منير ان شاء الله هيرد على حضراتكم. مشاهدينا الكرام، فاصل ونستكمل فقرات وحوارات. صباح الخير يا مصر.